جدد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي دعم حكومته لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، وأشار هادي خلال استقباله المبعوث الدولي مارتن جريفيث في الرياض إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، متهما الحوثيين بعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه فيما يخص الحديدة والأسرى والمعتقلين. من جانبه قال جريفيث إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع. واقترح غوتيريش في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم إداريون وأمنيون، وستراقب البعثة احترام الطرفين لوقف إطلاق النار. هذا فيما توشك المرحلة الزمنية الأولى لتطبيق تفاهمات السويد في الحديدة توشك على الانتهاء دون إحراز أي تقدم على الأرض. مشهد الحديدة ملتبس حد الغموض، فمنذ انتهاء مشاورات السويد والتزام الأطراف بتنفيذ بنودها المتعلقة بالحديدة ومينائها لم يعلن بشكل رسمي أي تقدم في تلك البنود. الحوثيون كانوا قد أعلنوا إعادة الانتشار والانسحاب من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل. الحكومة اعتبرت الانسحاب مسرحية متهمة الحوثيين بالالتفاف على بنود الاتفاق. الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بعرقلة اتفاق السويد بقيت سيدة الموقف حتى اليوم. المشهد المتعثر في الحديدة استدعى الزيارة الاستثنائية الأخيرة للمبعوث الدولي مارتن جريفيث محاولا إنقاذ اتفاق الحديدة وإنفاذه، حيث كثف من لقاءاته مع أطراف الداخل اليمني، لقاءات لم تتضح حقيقة ما دار خلالها ولم يتح منها سوى ما أعلن إعلاميا حول دعوة هذه الأطراف إلى سرعة تطبيق ما اتفق عليه في ستوكهولم وتحميلها الخصوم مسؤولية التعثر وعدم الجدية في تنفيذ الاتفاقات، بل وارتكابها ما يقرب من 2000 خرق لوقف النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر المنصرم واستمرار التحشيد عسكريا. شهدنا خلال الأيام الماضية تصعيد عسكري متوقع من قبل العدوان والمرتزقة في مختلف الجبهات، واستمرت خروقات العدوان في محافظة الحديدة. كل ذلك يؤكد عدم جدية العدوان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة. اتهامات تقابلها أخرى من قبل التحالف للحوثيين بارتكابهم أكثر من 3000 خرق لاتفاق السويد وحفرهم الخنادق في الحديدة واستقدام مزيد من مقاتليهم إلى المدينة. مشهدان نقيضان تماما يراهما مراقبون دليلا وافيا على إخفاق هدنة الحديدة وبالضرورة فشل اتفاق ستوكهولم. لا محل فشل فيما يخص تفاهمات ستوكهولم وعلى الأخص ميناء الحديدة، هي هناك ملامح لهذا الفشل، وعودة مارتن جريفت إلى الرياض عاد بخيبة أمل كبيرة، لكن لم يشأ أن يصرح لوسائل الإعلام بهذا الأمر، وإنما سيكون هناك تفاهمات ما بين الرياض وجهات أخرى حول هذا الموضوع. ما يعزز جوانب الإخفاق هو حال التعثر المماثل في ملف الأسرى والمعتقلين وبروز خلافات كبيرة وإطلاق مزيد من الاتهامات المتبادلة بعرقلة الملف. إجمالا، الوضع في الحديدة وفي اليمن عموما بعد اتفاق السويد سيكون على طاولة اجتماع خاص لمجلس الأمن عن اليمن الأربعاء للاستماع إلى إحاطة جديدة لجريفيث. خليل القاهري، التلفزيون العربي.